لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. الأسوة الحسنة هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الجنائز، تلقين المحتضر الشهادة والدعاء له. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. أخرجه مسلم. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. أخرجه أبو داود وصححه الألباني. وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا حضرتم المريض أو الميت فقولوا خيرا، فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. قالت: فلما مات أبو سلمة أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، إن أبا سلمة قد مات. قال: قولي: اللهم اغفر لي وله وأعقبني منه عقبى حسنة. أخرجه مسلم. استرجاع أهل الميت. عن أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد تصيبه مصيبة فيقول: إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها، إلا أجره الله في مصيبته وأخلف له خيرا منها. قالت: فلما توفي أبو سلمة قلت كما أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخلف الله لي خيرا منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخرجه مسلم. تغميض عين الميت. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألم تروا الإنسان إذا مات شخص بصره؟ قالوا: بلى. قال: فذلك حين يتبع بصره نفسه. أخرجه مسلم. وعن محمود بن لبيد رضي الله عنه عن شداد بن أوس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا حضرتم موتاكم فأغمضوا البصر، فإن البصر يتبع الروح، وقولوا خيرا، فإن الملائكة تؤمن على ما قال أهل البيت. أخرجه ابن ماجه وحسنه الألباني. نهيه صلى الله عليه وسلم عن العويل والنياحة على الميت. عن أنس رضي الله عنه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما طعن عولت عليه حفصة، فقال: يا حفصة، أنا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: المعول عليه يعذب. وعول عليه صهيب، فقال عمر: يا صهيب، أما علمت أن المعول عليه يعذب؟ أخرجه مسلم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: لما طعن عمر أغمي عليه فصيح عليه، فلما أفاق قال: أما علمتم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الميت ليعذب ببكاء الحي؟ أخرجه البخاري ومسلم. وعن علي بن ربيعة الأسدي قال: مات رجل من الأنصار يقال له قرضة بن كعب، فنيح عليه، فجاء المغيرة بن شعبة فصعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه وقال: ما بال النوح في الإسلام؟ أما إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من نيح عليه عذب بما نيح عليه.
أخرجه الترمذي وصححه الألباني. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الميت يعذب ببكاء الحي عليه إذا قالت النائحة: وعضداه وناصراه وكاسباه. جبذ الميت وقيل له: أنت عضدها، أنت ناصرها، أنت كاسبها. فقلت: سبحان الله، يقول الله عز وجل: ولا تزر وازرة وزر أخرى. فقال: ويحك، أحدثك عن أبي موسى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول هذا؟ فأينا كذب؟ فوالله ما كذبت على أبي موسى، ولا كذب أبو موسى على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخرجه أحمد وصححه الأرنؤوط لغيره. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من ضرب الخدود أو شق الجيوب أو دعا بدعوى الجاهلية. أخرجه البخاري ومسلم. البكاء على الميت. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: اشتكى سعد بن عبادة شكوى له، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده مع عبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهم. فلما دخل عليه فوجده في غاشية أهله فقال: قد قضى؟ قالوا: لا يا رسول الله. فبكى النبي صلى الله عليه وسلم. فلما رأى القوم بكاء النبي صلى الله عليه وسلم بكوا، فقال: ألا تسمعون؟ إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب، ولكن يعذب بهذا. وأشار إلى لسانه أو يرحم. وإن الميت يعذب ببكاء أهله عليه. وكان عمر رضي الله عنه يضرب فيه بالعصا ويرمي بالحجارة ويحثي بالتراب. أخرجه البخاري. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: دخلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي سيف القين، وكان ذئرا لإبراهيم عليه السلام. فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم إبراهيم فقبله وشمه. ثم دخلنا عليه بعد ذلك وإبراهيم يجود بنفسه، فجعلت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم تذرفان. فقال له عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه: وأنت يا رسول الله؟ فقال: يا ابن عوف، إنها رحمة. ثم أتبعها بأخرى، فقال صلى الله عليه وسلم: إن العين تدمع والقلب يحزن، ولا نقول إلا ما يرضى ربنا، وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون. أخرجه البخاري ومسلم. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بامرأة تبكي عند قبر، فقالت: اتق الله واصبري. قالت: إليك عني، فإنك لم تصب بمصيبتي ولم تعرف. فقيل لها: إنه النبي صلى الله عليه وسلم. فأتت باب النبي صلى الله عليه وسلم فلم تجد عنده بوابين، فقالت: لم أعرفك. فقال: إنما الصبر عند الصدمة الأولى. أخرجه البخاري ومسلم، واللفظ للبخاري.